محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، حقيقة لازم أتقدم لي بكل التقدير والشكر على المجهود اللي بيبذل في جامعة القاهرة. أتكلم على جامعة القاهرة بشكل عام، اهتمام طبعا الجزء العلمي والجزء التعليمي ده مفهوش كلام، يعني بيدار بمنتهى المهنية ومنتهى الأكاديمية والعلمية بشكل مفهوش كلام. لكن أنا هنا بتكلم على فكرة الاهتمام بشباب الجامعة، فكرة الاهتمام بأنشطة شباب الجامعة، ده في حد ذاته ده موضوع. أنت بتتكلم في التكوين، التكوين الفكري والتكوين بقى الدماغ وتكوين المهارات وفي كل ده. النهاردة في تقرير لطيف قوي عايز أزيه لحضراتكم، كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة افتتحت معرض الأيام اللي فاتت. المعرض ده معروض فيه ايه؟ معروض فيه مشغولات يدويه، إيه الطلبه هم اللي عاملينها بنفسهم، والمعرض ده فيه حوالي اكتر من 200 قطعه فنيه متنوعه وكلها من ابداعات الطلبه اللي كانت يعني ما بين مشغولات يدويه وما بين رسم وما بين رسم ديجيتال، انواع وانشطه للطلبه كتيره جدا، وده دور مهم للجامعه انها تقدمه. تعالوا نشوف التقرير ونعود ونتواصل مع حضرتكم. الايفنت النهارده عباره عن معرض فنان القصر، في طلبه من جميع السنين الدراسيه بيعرضوا فيه للكليه الشغل بتاعهم وازاي هم موهوبين وعندهم مواهب تانية بجانب الدراسه اللي هي دايما مضغوطه معانا. انا عرفت من الفيسبوك بيج بتاعت القصر عيني بتاعت الكليه، وحرصت عشان دي كانت فرصه حلوه جدا ان انا اشارك مواهبي وكده، فاستعملت رسومات كلها بالفحم، واهم واحده بالنسبه لي بتاعت دكتور مدحت عشان هو استاذي وبجد دكتور، يعني عندنا كلنا ليه بصمه عندنا كلنا، فبس فهو ده رسمي وده معظم الوقت الستايل بتاعي يعني وبس. فدي كانت فرصه حلوه قوي للجامعه ان هي ادتنا يعني الفرصه ان احنا نشارك حاجتنا. يعني عرفت عنها من عن طريق صفحه الفيسبوك بتاعه الجامعه بتاعتنا، بيعلنوا كل سنه عن المعرض. برسم لانه حقيقي ده اللي بحس ان انا بطلع فيه كل حاجه، وزي ما انتي شايفه انه الروح كلها شمس وسماء وقمر وطبيعه وكده، فبحس ان انا بلاقي شغفي في ده. هو بصراحه الكروشيه يعني حاجه انا بحبها وكده وبعملها جنب الدراسه، فحبيت ان انا يعني اشارك لما عرفت ان في معرض او كده تبقى حاجه غير الدراسه، يعني عشان ما يبقاش كل حاجه في الدراسه او كده. انا هي هوايتي برضو الى جنب الكليه، يعني انا من صغري برضو برسم وما زلت مكمل في الكليه برضو في نفس الهوايه، حاجه بعيد عن الدراسه. يعني هي غير فكره التشجيع، هو فعلا حوار ان الواحد يبقى عنده هوايه وخاصه الرسم في وسط المذاكره، على فكره بتدي فعاليه احسن في المذاكره، هي فعلا بتخلي الواحد اداؤه احسن وبترفع برضه على الواحد شويه، عشان احنا كليتنا فعلا صعبه فمش هينفع الواحد يخلي وقته للمذاكره بس، يعني فعندنا اجازات وعندنا فترات بين الامتحانات.